طبختنا اليوم يا صبايا قديش كبير بالعمر ما دنبه بشعره بيجي من ننظفهم. طبعا منروح منجيب شريبون الحيب منشوطهم منيح ومنحرقهم كويس ومنتقل عليهم شوي مشان يطلعوا طيبات ودسمات ولا يطلع له شعر في الطبخة. بعدين منجيب دنب القديش هذا يا صبايا اللي كنت عبقلكن عنه، هذا هو روح الطبخة. سقي دنب القديش منيح ونطفيهم كويس. ها حاضر يا ابن عمي، ولا انا نظف لك يا تنظيفة، ما شفت لابسك بالقبة ولا شفت عند امك، يعني هي اللي حماتي. بسكي هذا طشت المي السخن نطفيهم منيح. ها شعب عليك يا ابن عمي، جبت لي شتيفة، هذا حسن تحسيسي مشان اضيفه لامك وما تبهجني. شوف الدنب قديش صار على بعضة، الله طلع ما احلاه. دخيل العينتين ما احلاهن ابن عمي، تسعدني حبات. يلا جايك يا بشغل هالحطابات ومجيب هالساطور ومنقطع فيها الاجرين التيس ومنحاول ان يكونوا تقطيعتهم نفس المنظر ونفس اللون. جيبي منشار الخشب لقطع فيها الاجرين التيوس. حاضر ابن عمي، خد. وبنمسك هالاجرين التيس ومنحاول ان ينقطعن ويكون نفس الموديل والمنظر. منشيل هالاجرين القديش منحطن جوات هالطواي ومنحطن. تعي يا مرا حطي التبلي عليهن. حاضر ابن عمي، ابن عمي راح اضيفهن عشب اخضر وفستوم ومية غزان مشان يطلعوا ريحتهم حلو وبركي امك بتحبهم. ابن عمي الله راح اطلقهم، تا ساعدني. تا خد ابنك لا يحرق حاله. هي على هالمنظر ما احلاهم، طلعوا نيفيا. الله اعطيها درب لكديش لحماتي. قررت الحجي ام فواز تطبخ اليوم سمك بحاشوته وماله وبراسه وبأدني. بتجيب كيلة زيت من نوع زيت الكليب، لوفة جرون، بتجيب فص الجنجبيل بتخبطه بالصخرة مشان دسم الطبخة وسلامته. بتجيب الكريك بتقلبه منيح بتحمصه، بتدلو هالسمكات وإنن عايشين مشان غذاء الطبخة. بيالك يا بعلي على الأكل. بتقلبه منيح وبتعيفهم، بتروح بتجيب لك حشيش أخضر بترابه للغذاء الطبخة وسلامته. بتمسك الحشيش بتقصه بإيده طبعا، بتدلو فوق الجرون، بتجيب مي من نبعه من جنب بيته وبتدلقه. يا سلام، إضافة لتبلة ام فواز سحرية ترابة حمراء، وهيك بيطلع منظر حساء السمك. بعد غياب طويل ام فواز قررت تطبخكن اليوم زنجبيل مهروس حشيش اخضر. بتجيب الكريك بتقلبه منيح مشان يستوي. وهي طبخة اليوم بالزيقات مقلية. وينك يا معلي، اشتقت لك تقضي بالزيقة. بتجيب الكريك وبتقلبهم منيح مشان يستووا. بتجيب كيلة مي لجلب الحبيب مشان تغسل جوات الطبخة، إضافة لتبلة ام فواز السحرية، ورق أخضر، حشيش، جرجير، نعناع، وبتدلون فوق هالبزيقات. يا سلام، شي بيقرب حاجة. وإضافة لشمشيتين مسحوق غسيل وشمشية ملح إنجليزي، ويكسي منظر بالزيقات. مثل ما بتعرفوا يا صبايا الاندومي لعدة نكهات. خلينا نشوف، نجيب قازوز تكراش، ليفة غسيل مع مد فرنجي، فليفلة حسكولية وتراب بنية والزنجبيل، مي من جورة الحارة ومدلقه منيح، زيت مازوت مع زيت سيارات ومعلقة دبس بندورة، رشة ملح انجليزي مشان تعقيم الطبخة، وبحص وحجر وابقيب، سطل عشب اخضر، وهيك زيت الاندومي. وهي كانت وجبتنا اليوم مع الشيف ساسوكي، اندومي مع قازوز تكراش وابقيب. وبتحداك يا ابو علي، اذا ما رح تعجبك رح اضل طاح راسي بهالطنجره. وهوب ومنبلش ناكل. يا سلام، جبنا لكم اليوم شيف هبلي مع ابتبلي الملقب بزومبي الصين. طبختنا اليوم يا شباب يا صبايا لحمه قديش. يا صبايا لازم تكون لحمة تازاي او مهروسة بالسيارة مشان يسهل تقطيعها معكن. وجبنا هالساطور ومبلش نقطع فيهم نفس الطول،
نفس يكون متساويات مشان تكون منظر الطبخة دسم. منبلش تعطيه بهالعظم مع الشيف أبو هبلي الملقب بالزومبي الصين، ومنقطع بهالعظم. بعدين بنلم هالعظم البغل ونستهم بهالشنق. بعدين بنجيب فص زنجبيل نقطعه، نحرص على يكون نفس الوزن ونفس الطول مشان منظر الطبخة. وبنجيب فليفلة حمرا حسكولية شديدة الحرارة تكون محوشة من عند أرض جاره، ونبلش نقطعها بطريقة حلوة ومثالية مشان سلامة الطبخة. بنجيب فليفلة خضراء بنقسمها مشان منظر الطبخة. بنجيب هالفص الثوم أو رطل ثوم وبنعفسهم كويس مشان سلامة الطبخة من البكتيريا وغذاء. بنجيب هالشنق القديش بنضيف فوقه كيس دواء غسيل، بعدين مي لجلب الحبيب، ونعفسهم كويس مشان سلامة الطبخة من البكتيريا. بعدين بنعفسهم كويس بنضيف عليه الزنجبيل، شوية تراب أبيض مع مسحوق سوبر مع 5 معالق كاتشب مشان لون الطبخة، مع عرق لونه أحمر سك، وبنعفسهم كويس بإيدينا مشان ننضف اللحمة البغل. وبدل هيك نخلطهم كويس، بنجيب شجر موز يابس شديد الاشتعال. وبعدين نجيب الطواي بنحط فوق نص تنكة زيت سيارات، وبنضيف عليهم هالشقف البغل، وبنحرص على غليانه منيح مشان سلامة الطبخة. وبنبلش نقلبهم كويس، وبنجيب هالشنق وبنسكب فوق. يا سلام ريحة تهرب البشر والحجر. بعدين بنحط تابلت أبو هبلي مع الشقف البغل، ونلقطهم كويس ومنخطهم كويس ومنحركهم كويس مشان لون الطبخة وريحته شي بخربط المصارين. إضافة لنص قنينة دبس البندورة، وهيك بتصير طبخة جاهزة. منجيب هالشنق ونبلش نسكب. يا سلام شي بيهرب الحجر والبشر. ونبلش ناكل شي مثل السحر. وهي طبختنا اليوم يا شباب ويا صبايا. منجيب لحمة فيل مهروسة بالسيارة، بننقعها بمي تسخن مشان نظافة الطبخة. إضافة لجرين ديك وبيوات منجيب دواء غسيل بنغسله بنفكن كويس، بنطالن عم نقطن قلط. يا سلام. ومنجيب هالساطور بنقسم جلدة التيس ليصير منظره كويس، وبنسويه على شكل لخنة بنفتن كويس. ومنجيب خيط ملحفة وبنخيطن منيح، ومنكتب رسالة نعوة لكل واحد بده ياكل كور وشخور. ولا تروح على الدكتور. منجيب هالجرون بنحط عليه فص ثوم وفص زنجبيل وجرين هالديك وراس الأبيوات، وإضافة لشطة مشرفو السحرية بوك 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 بوك. ومي من جورة الحارة، إضافة لعشب أخضر وحشيش يابس. وبعد ما استويت الطبخة تطلع معنا شوربة الكوارق. يا سلام شي بيقرف الحجر. المصارين إليك عباكر. كان بالدم فواز. طبقنا اليوم يا صبايا همبرجر جحاشية. طريقة تحضيره: منجيب عجينة معجنة، لحمة تيس، خس، خبز ناعم، خضار. منجيب خبز ناعم،
رشت فاصوليا بوك 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 بوك. عجينة معجنة صراصير خبزة نعمة خيطان حمر وفليفلة حسكورية لحمة تيس عشيش أخضر خبز مدور نجوم جيج خس خبزة جديدة تلج بوك بوك بوك. دود الأز خبز معجن كيلو كرز بطاطا ونبلش نكبسة. يا سلام اشتقيتك يا بعري. كان بدي جاسم هاللومي شي بيهرب البشر والحجر. طبختنا اليوم يا صبايا قديش كبير بالعمر مع دنبه بشعره بيجي من ننظفهم. طبعا منروح منجيب شريبون الحيب منشوطهم منيح ومنحرقهم كويس ومنتقل عليهم شوي مشان يطلعوا طيبات ودسمات ولا يطلع لهم شعر في الطبخة. بعدين منجيب دنب القديش هذا يا صبايا اللي كنت عم بقولكم عنه هذا هو روح الطبخة. سقي دنب القديش منيح ونطفيهم كويس. ها حاضر يا ابن عمي. ولا انا نظف لك نوع التنظيفة ما شفت لا بجيب القبة ولا شفت عند امك يعني هي اللي حماتي. بدك يا دطشت المي السخن نطيون مليحة شعب عليك. ابن عمي جبت لي شتيفة هذا حسن تحسيسة مشان اضيفه لامك وما تبهجني. شوف انا وقدي صار عبا الله طلع ما احلاه. دخيلها لعينتين ما احلاهن. ابن عمي تسعدني حبات. يلا جايك يا بشغل هالحطابات ومجيب هالساطور ومنقطع فيها الاجرين التيس ومنحاول ان يكونوا تقطيعتهم نفس المنظر ونفس اللون. جيبي منشار الخشب لقطع فيها الاجرين التيوس. حاضر يا ابن عمي خد. وبنمسك هالاجرين التيس ومنحاول ان ينقطعن ويكون نفس الموديل والمنظر. منشيل هالاجرين القديش منحطهم جوات هالطواي ومنحطهم. تعي يا مرا احط التبلة عليهم. حاضر يا ابن عمي. ابن عمي راح هضيفهم عشب اخضر وفستوم ومية غزان مشان يطلعوا ريحتهم حلو وبركي امك بتحبهم. ابن عمي الله راح اطلقهم تا ساعدني. تا خد امك لا يحرق حاله. هي على هالمنظر ما احلاهم طلعوا نيفيا. الله اعطيها درب لكديش لحماتي. مرحبا يا صبايا. طبختنا اليوم كور وشخور من لحمة تيس كبير بالعمر مهروسة بالسيارة. منجيب ساطور منفرمها لمدة اسبوع لحتى تصير هيك لحمة ناعمة. منجيب زنجبيل حلو وجبس احمر وعنب وحصرم وموز للتحلاية مشان تضيء طعمة القديش. ومنجيب الساطور ومنخلطهم منيح ومنقطعهم ومنرسل لتضيء الطعمة اضافة لتبلة قطرونة بيضة وترابة حمراء وملح انجليزي وقالون دبس بندورة وجوال وبيضة ومنكبكب اللحمة منيح ومنحط زيت هالسيارات فوق الصاج ومنبلش نحط اللحمة بق بق. يا سلام على الريحة بتهرب النمل والحجر. منحط هالليمون والحشيش الأخضر مشان تضيء طعمة القديش. منطبق هالطابات القديش منيح مشان الموديل. ولا تنسوا يا صبايا يكون طيبخين حلة فاصولية مشان تسكبوها فوق مشان الزينة. يا وينك يا أبو جاسم اشتقيت لك اللوم. طبختنا اليوم يا صبايا دنب ديناصور معقب نظيف شغل ايدين ام علي الصينيه. نغسله بالمية النبعه اللي جنبيته. منجيب مي سخنه مشان سهوله تقشير دنب الديناصور مشان حساسيه الطبخه. ومنقلعن شقفه شقفه ومنقطعن شلون ستكات بقر. ومنجيب هالعدة ليمون زنجبيل ملح انجليزي دوا غسيل ملح مازوت قرنية بيرة وبنخلطهم كويس. ومنجيب فيهم سفرجلي. كلنا بنعرف السفرجلي بتحلي استكات مشان هيك مشان تضيء الطعمة. منجيب هالاستكات بنطبقهم فوق الزيت الضباطي بعد ما يدرقناه. وهدول جماعة بكون جماعة ام علي بكونوا عزمتهم اليومي على استكات ضباطي. ومنجيب فرشاة دهن مع شطة القطة وبندهنهم فوق مشان تضيء الطعمة. ومنأمرهم منيح. ولا تنسوا يا صبايا التبلة أهم شي التبلة. ومنجيب بلش ناكل. يا
نعمت ايديكم، امانة امانة الله لا تقتلوا. اليوم يا صبايا ام شرف الصينية بدها تعلمكم تساوي محلاية لجوازكم بعد العشاء. منجيب قشر سمك كبير بالعمر، بنخصم مية الغزالة مليح بنصفيهم، بنجيب كلور وورق غار وزنجبيل وليمون ودواء غسيل وبنسكر عليهم وبنحرص على غليانهم منيح. يا سلام والله لا تكيف اليوم لجوزي، وبنصفي القشور منيح وبنحاول ما نخلي ولا قشرة مشان جوزي لا يحس بالطعمة. وهيك بتطلع المرأة يا صبايا شي بخربة المصارين والحجر. طبعا بنضيف عليها التابلت ام شرفو الزكية فليفلة ناعمة مع سمسم أخضر وأبيض، ومنشيلها بنحطها في هالبراد. هي هي الخلطة السحرية اللي عبالكم عنها يا صبايا، قطعتين فريز وحبة بصلة مسلوقة منيح وبنحطها في هالصحن وبنعمل حركة ام فواز السحرية هوبا. وهيك يا صبايا بتصير المحلاية جاهزة، بالوزة من قشر السمك كبير بالعمر، ومنجيب ساطور لحبة لنقطع البالوزة منيح، وبنحرص على مساواتها نفس الوزن ونفس المنظر. وطبعا يا صبايا بتنتبهوا لما بتقطعوا البالوزة بتكون تكونوا ايدكن خفيفة. بنجيب زيت قلي تبع وشطة ضفادع مع صوص الأرانب وبلش ناكل. وهاي كانت اليوم حلقتنا اليوم.
طبختنا اليوم يا صبايا بديش كبير بالعمر مع دنبه بشعره، بنجي من ننظفهم. طبعا بنروح بنجيب شريمون الحيب، بنشوطهم منيح وبنحرقهم كويس وبنتقل عليهم شوي مشان يطلعوا طيبات ودسمات ولا يطلع لهم شعر في الطبخة. بعدين بنجيب دنب القديش هذا يا صبايا اللي كنت عم بقولكم عنه، هذا هو روح الطبخة. سقي دنب القديش منيح ونطفيهم كويس. ها حاضر يا ابن عمي، ولا انا نطف لك يا تنظيفة، ما شفت لا بجيب بالقبة ولا شفت عند امك، يعني هي اللي حماتي. سقي هذا طشت المي السخن، نطفيهم منيح. ها شو عم بقولك ابن عمي، جبت لي شتيفة، هذا حسن تحسيسة مشان اضيفه لامك وما تبهدلني. شوف الدنب قد صار على بعضة، الله طلع ما احلاه. دخيلها العينتين ما احلاهن. ابن عمي تسعدني حبات. يلا جايك يا عم بشغل هالحطابات، ومجيب هالساطور ومنقطع فيها الاجرين التيس، ومنحاول ان يكونوا تقطيعتهم نفس المنظر ونفس اللون. جيبي منشار الخشب لقطع فيها الاجرين التيوس. حاضر ابن عمي خد. وبنمسك هالاجرين التيس وبنحاول ان ينقطعن ويكون نفس الموديل والمنظر. بنشيل هالاجرين القديش بنحطهم جوات هالطواي وبنحطهم. تعي يا مرا حطي التبلي عليهم. حاضر ابن عمي. ابن عمي راح هضيفهم عشب اخضر وفستوم ومية غزان مشان يطلعوا ريحتهم حلوة، وبركي امك بتحبهم. ابن عمي الله راح اطلقهم، تعا ساعدني. تعا خد ابنك لا يحرق حاله. هي على هالمنظر ما احلاهم، طلع ونيفيا. الله اعطيها درب القديش لحماتي. قررت الحجي ام فواز تطبخ اليوم سمك بحاشوته ومعلقه وبراسه وبقدني. بتجيب كيلة زيت من نوع زيت الكليب، بتلوفها الجرون، بتجيب فص الجنجبيل بتخبطه بالصخرة مشان دسم الطبخة وسلامته. بتجيب الكريك بتقلبه منيح بتحمصه، بتدلو هالسمكات وإننا عايشين مشان غذاء الطبخة. بيالك يا أبو علي على الأكل. بتقلبه منيح وبتعيفهم، بتروح بتجيب لك حشيش أخضر بترابه للغذاء الطبخة وسلامته. بتمسك الحشيش بتقصه بإيده طبعا، بتدلو فوق الجرن، بتجيب مي من نبعه من جنبيته وبتدلقه. يا سلام، إضافة لتبلة انفواز سحرية ترابة حمراء، وهيك بيطلع منظر حساء السمك. بعد غياب طويل انفواز قررت تطبخكم اليوم زنجبيل مهروس حشيش أخضر. بتجيب الكريك بتقلبه منيح مشان يستوي. وهي طبخة اليوم بالزيقات مقلية. وينك يا معليش تقتلك تقضي بالزيقة. بتجيب هالكريك وبتقلبهم منيح مشان يستوون. بتجيب هالكيلة مي لجلب الحبيب مشان تغصن جوات الطبخة، إضافة لتبلة انفواز السحرية، ورق أخضر، حشيش، جرجير، نعناع، وبتدلون فوق هالبزيقات. يا سلام شي بيقرب حاجة. وإضافة لشمشيتين مسحوق غسيل وشمشية ملح إنجليزي، ويكسي منظر بالزيقات بوك 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 بوك. مثل ما بتعرفوا يا صبايا الاندومي لعدة نكهات. خلينا نشوف، نجيب قازوس تكراش، ليفة غسيل مع مد فرنجي، فليفلة حسكولية وتراب بنية والزنجبيل، مي من جولة الحارة ومدلقه منيح، زيت مازوت مع زيت سيارات ومعلقة تبس بندورة، رشة ملح انجليزي مشان تعقيم الطبخة، وبحث وحجر وابقيب، سطل عشب اخضر، وهيك زيت الاندومي. وهي كانت وجبتنا اليوم مع الشيف ساسوكي، اندومي مع قازوس تكراش وابقيب. وبتحداك يا ابو علي اذا ما رح تعجبك رح انطح راسي بهالطنجره. وهوب أبك. ومنبلش ناكل. يا سلام، جبنا لكم اليوم شيف هبلي مع ابتبلي الملقب بزومبي الصين. طبختنا اليوم يا شباب يا صبايا لحمه قديش. يا صبايا لازم تكون لحمة تازاي او مهروسة بالسيارة مشان يسهل تقطيعها معكن. وجبنا هالساطور ونبلش نقطع فيهم نفس الطول
ونفس يكون متساويات مشان تكون منظر الطبخة دسم. منبلش تعطيه بهالعظم مع الشيف أبو هبلي الملقب بالزومبي الصين، ومنقطع بهالعظم. بعدين بنلم هالعظم البغل ونستهم بهالشنق. بعدين بنجيب فص زنجبيل نقطعه، نحرص على يكون نفس الوزن نفس الطول مشان منظر الطبخة. وبنجيب فليفلة حمراء حسكولية شديدة الحرارة تكون محوشة من عند أرض جاره، ونبلش نقطعها بطريقة حلوة ومثالية مشان سلامة الطبخة. بنجيب فليفلة خضراء بنقسمها مشان منظر الطبخة. بنجيب هالفص الثوم أو رطل ثوم وبنعفسهم كويس مشان سلامة الطبخة من البكتيريا وغذاء. بنجيب هالشنقة القديش بنضيف فوقه كيس دواء غسيل، بعدين مي لجلب الحبيب، ونعفسهم كويس مشان سلامة الطبخة من البكتيريا. بعدين بنحرفهم كويس، بنعفسهم كويس، بنضيف عليه الزنجبيل، شوية تراب أبيض مع مسحوق سوبر مع 5 معالق كاتشب مشان لون الطبخة، مع عرق لونه أحمر سك، وبنعفسهم كويس بإيدينا مشان ينضف اللحمة البغل. وبدل هيك نخلطهم كويس، بنجيب شجر موز يابس شديد الاشتعال، وبعدين نجيب الطواي بنحط فوق نص تنكة زيت سيارات، وبنضيف عليهم هالشقف البغل، وبنحرص على غليان منيح مشان سلامة الطبخة. وبنبلش نقلبهم كويس، وبنجيب هالشنق وبنسكب فوق. يا سلام ريحة تهرب البشر والحجر. بعدين بنحط تابلت أبو هبلي مع الشقف البغل، ونقطن كويس ونخطن كويس ومنحركن كويس مشان لون الطبخة وريحته شي بخربط المصارين. إضافة لنص قنينة دبس البندورة، وهيك بتصير طبخة جاهزة. بنجيب هالشنق ونبلش نسكب. يا سلام شي بيهرب الحجر والبشر. ونبلش ناكل شي مثل السحر. وهي طبختنا اليوم يا شباب ويا صبايا. بنجيب لحمة فيل مهروسة بالسيارة، بننقعها بمي تسخن مشان نظافة الطبخة. إضافة لأجرين ديك وأبيوات بنجيب دواء غسيل بنغسله بنفكن كويس، بنطالن عم نقطن قلط. يا سلام. وبنجيب هالساطور بنقسم جلدة التيس ليصير منظر كويس، وبنسويه على شكل لخنة بنفتن كويس، وبنجيب خيط ملحفة وبنخيطن منيح، ومنكتب رسالة نعوة لكل واحد بده ياكل كول وشخور. ولا تروح على الدكتور. منجيب هالجرون بنحط عليه فص ثوم وفص زنجبيل وجين هالديك وراس الأبيوات، وإضافة لشطة مشرفو السحرية بوك 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 بوك، ومي من جورة الحارة، إضافة لعشب أخضر وحشيش يابس. وبعد ما استويت الطبخة تطلع معنا شوربة الكوارع. يا سلام شي بيقرف الحجر. المصارين إليك عباكر. كان بالدم فواز. طبقنا اليوم يا صبايا همبرجر جحاشية. طريقة تحضيره: منجيب عجينة معجنة، لحمة تيس، خس، خبز ناعم، خضار. منجيب خبز ناعم،
رشة فاصوليا بق 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 بق، عجينة معجنة، صراصير، خبزة ناعمة، خيطان حمر وفليفلة حسكورية، لحم التيس، حشيش أخضر، خبز مدور، نجوم، دجاج، خس، خبزة جديدة، تلج، بق بق بق، دود القز، خبز معجن، كيلو كرز، بطاطا، ونبلش نكبسة. يا سلام، اشتقيتك يا بعري. كان بدي جاسم هاللومي شي بيهرب البشر والحجر. طبختنا اليوم يا صبايا قديش كبير بالعمر، مع دنبه بشعره بنجي من ننظفهم. طبعا منروح منجيب شريمون الحيم، منشوطهم منيح ومنحرقهم كويس، ومنتقل عليهم شوي مشان يطلعوا طيبات ودسمات ولا يطلع لهم شعر في الطبخة. بعدين منجيب دنب القديش هذا يا صبايا اللي كنت عبقلكم عنه، هذا هو روح الطبخة. سقي دنب القديش منيح ونطفيهم كويس. ها حاضر يا ابن عمي، ولا انا نظف لك يا تنظيفة، ما شفت لا بجيب القبة ولا شفت عند امك، يعني هي اللي حماتي. بسيكي هذا طشت المي السخن، نطيون مليحة شعب عليك. ابن عمي جبت لي شتيفة، هذا حسن تحسيسة مشان اضيفه لامك وما تبهجني. شوف انا وقدي صار عبالت الله طلع ما احلاه، دخيلها العينتين ما احلاهن. ابن عمي تسعدني حبات. يلا جايكي عم بشغل هالحطابات، ومجيب هالساطور ومنقطع فيها الاجرين التيس، ومنحاول ان يكونوا تقطيعتهم نفس المنظر ونفس اللون. جيبي منشار الخشب لقطع فيها الاجرين التيوس. حاضر ابن عمي خد. وبنمسك هالاجرين التيس ومنحاول ان ينقطعن ويكون نفس الموديل والمنظر. منشيل هالاجرين القديش منحطهم جوات هالطواي ومنحطهم. تعي يا مرا حطي التبلي عليهم. حاضر ابن عمي. ابن عمي راح هضيفهم عشب اخضر وفستوم ومية غزان مشان يطلعوا ريحتهم حلو، وبركي امك بتحبهم. ابن عمي الله راح اطلقهم، تعا ساعدني. تعا خد ابنك لا يحرق حاله. هي على هالمنظر ما احلاهم، طلع ونيفيا الله اعطيه درب لكديش لحماتي. مرحبا يا صبايا، طبختنا اليوم كور وشخور من لحم التيس كبير بالعمر مهروسة بالسيارة. منجيب ساطور منفرمها لمدة أسبوع لحتى تصير هيك لحمة ناعمة. منجيب زنجبيل حلو وجبس أحمر وعنب وحصره وموز للتحلاية مشان تضيق طعمة القديش. ومنجيب الساطور بنخلطه منيح وبنقطعه وبنرسله لتضيق الطعمة، إضافة لتبلة قطرونة بيضة وترابي حمراء وملح إنجليزي وقالون دبس بندورة وجوال وبيضة، ومنكبكب اللحمة منيح ومنحط زيت هالسيارات فوق الصاج ونبلش نحط اللحمة. بق بق، يا سلام على الريحة بتهرب النمل والحجر. منحط هالليمون والحشيش الأخضر مشان نضيق طعمة القديش. منطبق هالطابات القديش منيح مشان الموديل. ولا تنسوا يا صبايا يكون طيبخين حلة فاصولية مشان تسكبوها فوق مشان الزينة. يا وينك يا ابو جاسم، اشتقت لك اللوبي. طبختنا اليوم يا صبايا دنب ديناصور معقب نظيف شغل ايدين ام علي الصينية. نغسله بالمية النبعة اللي جنبيته، منجيب مي سخنة مشان سهولة تقشير دنب الديناصور مشان حساسية الطبخة، ومنقلعن شقفة شقفة ومنقطعن شغل ستكات بقر. ومنجيب هالعدة ليمون زنجبيل ملح انجليزي دوا غسيل ملح مازوت قنية بيرة، وبنخلطهم كويس ومنجيب فيهم سفرجلي. كلنا بنعرف السفرجلي بتحلي استكات مشان هيك مشان تضيق الطعمة. بنجيب هالاستكات بنطبقهم فوق الزيت الضفادع بعد ما يدرقناه. وهدول جماعة بكون جماعة ام علي بكون عزمتهم اليوم على استكات ضفادع. وبنجيب فرشاة دهن مع شطة القطة وبندهنهم فوق مشان تضيق الطعمة. ومنأمرهم منيح. ولا تنسوا يا صبايا التبلة، أهم شي التبلة. ومنجيب بلش ناكل. يا
رميت ايديكم، امانه امانه الله لا تقتلوا. اليوم يا صبايا ام شرف الصينيه بدها تعلمكم تساوي محلايه لجوازكم بعد العشاء. منجيب قشر سمك كبير بالعمر، بنخصم مية الغزاله منيح بنصفيهم، منجيب كلور وورق غار وزنجبيل وليمون ودواء غسيل وبنسكر عليهم وبنحرص على غليانهم منيح. يا سلام والله لا تكيف اليوم لجوزي، وبنصفي القشور منيح وبنحاول ما نخلي ولا قشر مشان جوزي لا يحس بالطعمه. وهيك بتطلع المرأة يا صبايا شي بخربة المصارين والحجر. طبعا بنضيف عليها التابلت ام شرفو الزكية فليفلة ناعمة مع سمسم أخضر وأبيض، وبنشيلها بنحطها في هالبراد. هي هي الخلطة السحرية اللي عبالكم عنها يا صبايا، قطعتين فريز وحبة بصلة مسلوقة منيح وبنحطها في هالصحن وبنعمل حركة ام فواز السحرية هوبا. وهيك يا صبايا بتصير المحلاية جاهزة، بالوزة من قشر السمك كبير بالعمر، ومنجيب ساطور لحبة لنقطع البالوزة منيح، وبنحرص على مساواتها نفس الوزن ونفس المنظر. وطبعا يا صبايا بتنتبهوا لما بتقطعوا البالوزة بتكون تكونوا ايدكم خفيفة. منجيب زيت قلي تبع وشطة ضفادع مع صوص الأرانب وبلش ناكل. وهاي كانت اليوم حلقتنا اليوم.
طبختنا اليوم يا صبايا قديش كبير بالعمر، ما دنبه بشعره، بنجي من ننظفهم. طبعا منروح منجيب شريبون الحيم، منشوطهم منيح ومنحرقهم كويس، ومنتقل عليهم شوي مشان يطلعوا طيبات ودسمات ولا يطلع لهم شعر في الطبخة. بعدين منجيب دنب القديش هذا يا صبايا اللي كنت عبقلكن عنه، هذا هو روح الطبخة. سقي دنب القديش منيح ونطفيهم كويس. ها حاضر يا ابن عمي، ولا انا نطف لك يا تنظيفة، ما شفت لا بجيب القبة ولا شفت عند امك، يعني هي اللي حماتي. سقي هذا طشت المي السخن، نطفيهم منيح. ها شو عبقلك ابن عمي، جبت لي شتيفة، هذا حسن تحسيسي مشان اضيفه لامك وما تبهدلني. شوف انا وقدي صار عبو الله الله، طلع ما احلاه، دخيلها العينتين ما احلاهن ابن عمي، تسعدني حبات. يلا جايك يا عم اشغل هالحطابات، ومجيب هالساطور ومنقطع فيها الاجرين التيس، ومنحاول ان يكونوا تقطيعتهم نفس المنظر ونفس اللون. جيبي منشار الخشب لقطف فيها الاجرين التيوس. حاضر ابن عمي، خد. وبنمسك هالاجرين التيس وبنحاول ان نقطعهم ويكون نفس الموديل والمنظر. منشيل هالاجرين القديش منحطهم جوات هالطواي ومنحطهم. تعي يا مرا حط التبلي عليهم. حاضر ابن عمي، ابن عمي راح هضيفهم عشب اخضر وفستق ومية غزان مشان يطلعوا ريحتهم حلوة، بركي امك بتحبهم. ابن عمي الله راح اطلقهم، تعا ساعدني. تعا خد ابنك لا يحرق حاله. ايه على هالمنظر ما احلاهم، طلعوا نيفيا. الله اعطيها درب لقديش لحماتي. قررت الحجي ام فواز تطبخ اليوم سمك بحاشوته ومعلقه وبراسه وبقدني. بتجيب كيلة زيت من نوع زيت الكليب، بتلوفها الجرون، بتجيب فص الجنجبيل بتخبطه بالصخرة مشان دسم الطبخة وسلامته. بتجيب الكريك بتقلبه منيح بتحمصه، بتدلو هالسمكات وإننا عايشين مشان غذاء الطبخة. بيالك يا بعلي على الأكل، بتقلبه منيح وبتعيفهم. بتروح بتجيب لك حشيش أخضر بترابه للغذاء الطبخة وسلامته. بتمسك الحشيش بتقصه بإيده طبعا، بتدلو فوق الجرن، بتجيب مي من نبعه من جنب بيته وبتدلقه. يا سلام، إضافة لتبلة انفواز سحرية ترابي حمراء، وهيك بيطلع منظر حساء السمك. بعد غياب طويل انفواز قررت تطبخكم اليوم زنجبيل مهروس حشيش أخضر. بتجيب الكريك بتقلبه منيح مشان يستوي، وهي طبخة اليوم بالزيقات مقلية. وينك يا معليش تقتلك تقضي بالزيقة. بتجيب الكريك بتقلبه منيح مشان يستوي، بتجيب كيلة مي لجلب الحبيب مشان تغسل جوات الطبخة، إضافة لتبلة انفواز السحرية ورق أخضر حشيش جرجير نعناع، وبتدلون فوق هالبزيقات. يا سلام شي بيقرب حاجة. وإضافة لشمشيتين مسحوق غسيل وشمشيت ملح إنجليزي، ويكسي منظر بالزيوت بوك 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 بوك. مثل ما بتعرفوا يا صبايا الأندوميل عدة نكهات، خلينا نشوف. منجيب كازوس تكراش، ليفة غسيل مع مد فرنجي، فليفلة حسكولية وتراب بنية والزنجبيل، مي من جورة الحارة ومدلقه منيح، زيت مازوت مع زيت سيارات ومعلقة دبس بندورة، رشة ملح انجليزي مشان تعقيم الطبخة، وبحص وحجر وابقيب، سطل عشب اخضر، وهيك بزيت الاندومي. وهي كانت وجبتنا اليوم مع الشيف ساسوكي، اندومي مع كاسوس كراش وابقيب. وبتحداك يا ابو علي زي ما رح تعجبك رح انطح راسي بهالطنجرة. وهوب ومنبلش ناكل. يا سلام، جبنا لكم اليوم شيف هبلة مع ابتبلة الملقب بزومبي الصين. طبختنا اليوم يا شباب يا صبايا لحمة قديش. يا صبايا لازم تكون لحمة تازاي او مهروسة بالسيارة مشان يسهل تقطيعها معكم. وجبنا هالساطور ونبلش نقطع فيهم نفس الطول
ونفس يكون متساويات مشان تكون منظر الطبخة دسم. منبلش تعطيب بهالعظم مع الشيف أبو هبلي الملقب بالزومبي الصين، ومنقطع بهالعظم. بعدين بنلم هالعظم البغل ونستهم بهالشنق. بعدين بنجيب فص زنجبيل نقطعه، نحرص على يكون نفس الوزن ونفس الطول مشان منظر الطبخة. وبنجيب فليفلة حمرا حسكولية شديدة الحرارة تكون محوشة من عند أرض جاره، ونبلش نقطعها بطريقة حلوة ومثالية مشان سلامة الطبخة. بنجيب فليفلة خضراء بنقسمها مشان منظر الطبخة. بنجيب هالفص الثوم أو رطل ثوم ومنعفسهم كويس مشان سلامة الطبخة من البكتيريا وغذاء. بنجيب هالشنق القديش بنضيف فوقه كيس دواء غسيل، بعدين مي لجلب الحبيب، ونعفسهم كويس مشان سلامة الطبخة من البكتيريا. بعدين بنعفسهم كويس بنضيف عليه الزنجبيل، شوية تراب أبيض مع مسحوق سوبر مع 5 معالق كاتشب مشان لون الطبخة، مع عرق لونه أحمر سك، ومنعفسهم كويس بإيدينا مشان ننضف اللحمة البغل. وبدل هيك نخلطهم كويس، بنجيب شجر موز يابس شديد الاشتعال. وبعدين نجيب الطواي بنحط فوق نص تنكة زيت سيارات، وبنضيف عليهم هالشقف البغل، وبنحرص على غليان منيح مشان سلامة الطبخة. وبنبلش نقلبهم كويس، وبنجيب هالشنق وبنسكب فوق. يا سلام ريحة تهرب البشر والحجر. بعدين بنحط تابلت أبو هبلي مع الشقف البغل، ونلقطهم كويس ونخطهم كويس ومنحركهم كويس مشان لون الطبخة وريحته شي بخربط المصارين. إضافة لنص قنينة دبس البندورة، وهيك بتصير طبخة جاهزة. بنجيب هالشنق ونبلش نسكب. يا سلام شي بيهرب الحجر والبشر. ونبلش ناكل شي مثل السحر. وهي طبختنا اليوم يا شباب ويا صبايا. منجيب لحمة فيل مهروسة بالسيارة، بننقعها بمي تسخن مشان نظافة الطبخة. إضافة لجرين ديك وأبيوات منجيب دواء غسيل بنغسله بنفكن كويس، بنطالن عم نقطن قلط. يا سلام. ومنجيب هالساطور بنقسم جلدة التيس ليصير منظر كويس، ومنساويه على شكل لخنة. بنفتن كويس، ومنجيب خيط ملحفة ومنخيطن منيح، ومنكتب رسالة نعوي لكل واحد بده ياكل كور وشخور. ولا تروح على الدكتور. منجيب هالجرون بنحط عليه فص ثوم وفص زنجبيل وجين هالتيك وراس الأبيوات، وإضافة لشطة مشرفو السحرية بوك 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 بوك، ومي من جورة الحارة، إضافة لعشب أخضر وحشيش يابس. وبعد ما استويت الطبخة تطلع معنا شوربة الكوارع. يا سلام شي بيقرف الحجر. المصارين إليك عباكر. كان بالدم فواز. طبقنا اليوم يا صبايا همبرجر جحاشية. طريقة تحضيره: منجيب عجينة معجنة، لحمة تيس، خس، خبز ناعم، خضار. منجيب خبز ناعم،
رشة فاصوليا بوك 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 بوك، عجينة معجنة صراصير، خبزة ناعمة، خيطان حمر وفليفلة حسكورية، لحم التيس، عشيش أخضر، خبز مدور، نجوم، جيج، خس، خبزة جديدة، ثلج، بق بق بق، دود الأز، خبز معجن، كيلو كرز، بطاطا، ونبلش نكبسة. يا سلام، اشتقيتك يا أبو علي. كان بدي جاسم هاللومي شي بيهرب البشر والحجر. طبختنا اليوم يا صبايا قديش كبير بالعمر، مع دنبه بشعره، بنجي من ننظفهم. طبعا منروح منجيب شريمون الحيم، منشوطهم منيح ومنحرقهم كويس، ومنتقل عليهم شوي مشان يطلعوا طيبات ودسمات ولا يطلع لهم شعر في الطبخة. بعدين منجيب دنب القديش، هذا يا صبايا اللي كنت عم بقلكن عنه، هذا هو روح الطبخة. سقي دنب القديش منيح ونطفيهم كويس. ها حاضر يا ابن عمي، ولا انا نظف لك يا التنظيفة، ما شفت لا بجيب القبة ولا شفت عند امك، يعني هي اللي حماتي. بتكي هذا طشت المي السخن، نطيون مليحة، شعب عليك ابن عمي جبت لي شتيفة، هذا حسن تحسيسة مشان اضيفه لامك وما تبهجني. شوف انا وقدي صار عبو الله الله طلع ما احلاه، دخيلها العينتين ما احلاهن ابن عمي، تسعدني حبات. يلا جايك يا عم اشغل هالحطابات، ومجيب هالساطور ومنقطع فيها الاجرين التيس، ومنحاول ان يكونوا تقطيعتهم نفس المنظر ونفس اللون. جيبي منشار الخشب لقطع فيها الاجرين التيوس. حاضر ابن عمي خد. وبنمسك هالاجرين التيس ومنحاول ان ينقطعن ويكون نفس الموديل والمنظر. منشيل هالاجرين القديش منحطهم جوات هالطواي، ومنحطهم تاي يا مرا احط التبلي عليهم. حاضر ابن عمي، ابن عمي راح اضيفهم عشب اخضر وفص ثوم ومية غزان مشان يطلعوا ريحتهم حلوة، بركي امك بتحبهم. ابن عمي الله راح ادلقهم، تا ساعدني تاخد ابنك لا يحرق حاله. ايه على هالمنظر ما احلاهم، طلعوا نيفيا، الله راح اعطيها درب القديش لحماتي. مرحبا يا صبايا، طبختنا اليوم كور وشخور من لحم التيس كبير بالعمر، مهروسة بالسيارة. منجيب ساطور منفرمها لمدة اسبوع لحتى تصير هيك لحمة ناعمة. منجيب زنجبيل حلو وجبس احمر وعنب وحصرم وموز للتحلاية مشان تضيق طعمة القديش. ومنجيب الساطور ومنخلطه منيح ومنقطعه ومنرسل لتضيق الطعمة، اضافة لتبلة قطرونة بيضة وترابي حمراء وملح انجليزي وقالون دبس بندورة وجوال وبيضة، ومنكبكب اللحمة منيح ومنحط زيت هالسيارات فوق الصاج، ومنبلش نحط اللحمة. بق بق، يا سلام على الريحة بتهرب النمل والحجر. منحط هالليمون والحشيش الأخضر مشان نضيق طعمة القديش. منطبق هالطابات القديش منيح مشان الموديل. ولا تنسوا يا صبايا يكون طيبخين حلة فاصولية مشان تسكبوها فوق مشان الزينة. يا وينك يا ابو جاسم، اشتقت لك اللوبي. طبختنا اليوم يا صبايا دنب ديناصور معقب نظيف، شغل ايدين ام علي الصينيه. نغسله بالمي النبعه اللي جنبيته، منجيب مي سخنه مشان سهوله تقشير دنب الديناصور مشان حساسيه الطبخه، ومنقلعن شقفه شقفه، ومنقطعن شلون ستكات بقر. ومنجيب هالعدة ليمون زنجبيل ملح انجليزي دوا غسيل ملح مازوت قنية بيرة، وبنخلطهم كويس ومنجيب فيهم سفرجلي. كلنا بنعرف السفرجلي بتحلي استكات مشان هيك مشان تضيق الطعمة. منجيب هالاستكات بنطبقهم فوق هالزيت الضباطع بعد ما درقناه. وهدول جماعة بكون جماعة ام علي بكون عزمتهم اليوم على استكات ضباطع. ومنجيب فرشاة دهن مع شطة القطة وبندهنهم فوق مشان تضيق الطعمة، ومنأمرهم منيح. ولا تنسوا يا صبايا التبلة، أهم شي التبلة. ومنجيب بلش ناكل.
زي ما انت ايديكم، امانه امانه الله لا تقتلوا. اليوم يا صبايا مشرفه الصينيه بدها تعلمكم تسوي محلايه لجوازكم بعد العشاء. منجيب قشر سمك كبير بالعمر، بنخصم مية الغزالة مليح بنصفيهم، بنجيب كلور وورق غار وزنجبيل وليمون ودواء غسيل وبنسكر عليهم وبنحرص على غليانهم منيح. يا سلام والله لا تكيف اليوم لجوزي، وبنصفي القشور منيح وبنحاول ما نخلي ولا قشرة مشان جوزي لا يحس بالطعمة. وهيك بتطلع المرأة يا صبايا شي بقربة المصارين والحجر. طبعا بنضيف عليها التابلت مشرفه الزكية فليفلة ناعمة مع سمسم أخضر وأبيض، وبنشيلها بنحطها في هالبراد. هي هي الخلطة السحرية اللي عبالكم عنها يا صبايا، قطعتين فريز وحبة بصلة مسلوقة منيح وبنحطها في هالصحن وبنعمل حركة أم فواز السحرية هوبا. وهيك يا صبايا بتصير المحلاية جاهزة، بالوظة من قشر السمك كبير بالعمر، وبنجيب ساطور لحبة لنقطع البالوظة منيح، وبنحرص على مساواتها نفس الوزن ونفس المنظر. وطبعا يا صبايا بتنتبهوا لما بتقطعوا البالوظة بتكون تكونوا ايدكن خفيفة. بنجيب زيت قلي تبع وشطة ضفادع مع صوص الأرانب وبلش ناكل. وهي كانت اليوم حلقتنا اليوم.